ما حكم مؤخر الصداق؟ وهل نصف دينه بالزواج ويتقي الله في النصف الآخر؟ من أين هذا القول؟ يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نضر إذا تزوج الإنسان فقد أحرز شر دينه فلا يتقي الله في النصف الآخر. جاء هذا من طرق لا تخلو من ضعف عند أهل العلم. ولا شك أن الزواج مهم، ولم كونه الشاطر محل نظر، إنما هو مهم. الله يقول جل وعلا: وأنكحوا الأيمان منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضله. يقول سبحانه وتعالى: وإن خفتم أن لا تقتلوا اليتامى فانكحوا ما طلبتم من النساء مثنى وثلاثة ورباع الآية. الرسول أمر بالنكاح كما سمعتم، حتى الشباب على ذلك، قد تزوجوا الولود والولود بعيد مكافئ بكم أعلم يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى على هذا ورغب فيه كما أمر به الله عز وجل. لكن كونه شطر الدين هذا محل نظر لضعف الحديث، ولكن ينبغي المؤمن أن يحرص عليه، وهو شعبة من الدين وفرض من الفرائض، وهو من أسباب العفة وغض البصر، من أسباب الاستقامة، ومن أسباب صلاح المجتمع، من أسباب كثرة النسل، كثرة الأمة، كثرة من يعبد الله سبحانه وتعالى. فينبغي الجد في ذلك، ولكن ينبغي أن يختار المرأة الصالحة، ويتيسر أن ينظر المرأة قبل الزواج هو أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر إلى ما يدعو له النكاح فليفعل. وسأله رجل قال: رسول الله إن خطب فلانا فأنظرت إليها؟ قال: لا. قال: ابنها فانظر إليها. فإذا تيسر النظر إليها فهو أولى، وينبغي لأهلها أن يسمحوا بذلك، تنظره وينظرها لا بأس، لكن في محل ما فيه خلوة، ينظر إليها وتنظر إليه مع حضور والدها أو أمها أو أخيها، يعني لا ليس في خلوة، في مكان ما في خلوة لا يخلو بها. الخلوة من أسباب وقوع الفاحشة. وكذلك ما نبه عليه الشيخ صالح ما قد يقع من بعض الناس، أنا ما سمعت في المسلمين لكن موجود في الخارج، وليه يسافر معها وقد ولم يعقد عليها حتى ينظر إليها وتنظر إليه ودرس أخلاقها ودرس أخلاقه، هذا من البلاء العظيم ومن المنكر الفظيع نعوذ بالله. إنما مجرد نظر ينظر إليها وتنظر فقط، أما أن يخلو بها أو يسافر معها أو يسافر معها منكر كبير نسأل الله العافية.